خلصنا البيزك داتا اكسبلوريشن وبنينا الموديل تبعنا وفرحنا انه احنا بدينا موديل، ولكن اكتشفنا في النهايه انه الموديل هذا غشاش. ليش؟ لانه انا عملت تيست على نفس الداتا تبعت التريننج. عشان هيك بدنا نشوف كيف نعمل موديل فاليديشن. مفهوم الايرور لسه انا اوريدي شرحت لك اياه، هذا الكلام انا بحكي لك اياه ككود، الكونسبت حكيت لك اياه. انه احنا عندنا يعني الايرور الحساب تبعه انه زي ما حكينا انه انت بدك تفصل البيانات تبعتك، تمام؟ وانه بدك انه انت تحسب الايرور بناء على اذا كانت التاسك كلاسيفيكيشن ولا ريجريشن. تمام؟ لكن المبدا انت عندك انه الايرور ما دام انه هذه التاسك اللي هي تبعت الهاوس برايسنج، انه التارجت تبع النيوميريك، اللي المتريك اللي احنا بدنا نستخدمه هذا بنسميه متريك قياسات، نستخدمه في قياس ايش؟ الايرور. كيف بدك تقيس الايرور تبع الموديل هذا؟ بمتريك اسمه مين ابسوليوت ايرور او ام اي اي. تمام؟ ايش الفكره تبعته؟ انه الايرور ايش بيساوي؟ الاكشوال ماينس بريدكتد. يعني على سبيل المثال زي ما حكيت لك، اذا كان في عندي بيت سعره 150,000 والبريدكشن طلع انا عندي 100,000، فبالتالي الايرور راح يكون 50,000. متخيل قديش انه الموديل هذا بيضيع؟ ممكن يخسرك 50,000 سعر البيت. تمام؟ الكلام هذا كيف بدنا نحسبه برمجي؟ from sklearn.metrics. كل المتريكس اللي احنا حكينا عليها سواء كان accuracy او mean absolute error او root mean squared error، كلها وين بتلاقيها؟ في الباكج sklearn metrics. يبقى from sklearn metrics import mean absolute error. تمام؟ هاي عبارة عن ايش؟ انا بحكي هنا هل هي كلاس؟ لا مش كلاس، لا مش كابيتال. باكج موديول، يعني موديول يعني فانكشن، موديول جوا الكلاس، موديول جوا الكلاس، جوا الكلاس ماتريكس. انت في عندك داله اسمها مين ابسوليوت ايرور بتستخدمها بشكل مباشر. هي تمام؟ فخلاص انت النيمينج كونفنشن تعودنا عليه انه كابيتالايز بيكون كلاس، هاي انه ما دام انه سمول هي بتكون عباره عن داله. تمام؟ بالضبط. فالان البريدكشن داله جوا الكلاس متريكس. صحيح. طب متريكس مش كابيتال. كيف؟ متريكس جوا الباكج متريكس مش الكلاس متريكس. اه الباكج. تمام. الان لانه هذا ممكن يكون انه عباره عن في واي فايل، بايثون فايل مش كلاس، في مجموعه من الدول. يبقى هنا البريدكتد هوم برايسز زي ما تعودنا انه بقول انه الموديل دوت بريدكت وبديله الاكس. كيف بدي احسب الايرور؟ بروح بديله التنتين، الاكشوال والبريدكتد، وهو لحاله بروح بحسب بيطبق المعادله وبحسب لي. يبقى حساب الايرور ايش بديله؟ التنين، الاكشوال والبريدكتد، وهو روح بقارن بقول انه اه هذه فيها ايرور هالقد، هذه فيها ايرور هالقد، وبيجيب لك المتريك الفاينل متريك. تمام؟ يبقى الكودينج انه انت بدنا نعمل سبليت للداتا زي ما اتفقنا من البدايه. كيف بدي اعمل سبليت للداتا؟ في عندي برضه هنا داله ثانيه اسمها ترين تيست سبليت. وين موجوده؟ from sklearn model selection import train test split. لاحظ البيرز اللي بترجعها هاي train x capital val x capital train y val y 4. يبقى ال x وال y وترين وتست، فبالتالي بيطلع انت عندك اربعة داتا فريمز بيرجع لك اياها. فهنا ترين تست سبليت ايش بدي له هنا؟ الاكس والواي والراندوم ستيت. واتفقنا حكينا المحاضرة الماضية انه ايش فايدة الراندوم ستيت عشان بالضبط يكون انه احنا نفس الشيء. يبقى هنا بروح بعرف موديل، وهنا في الفيت ايش بدي له؟
بديله لترين اكس ولترين واي. بعمل بريدكشن بالفال اكس. طبعا هنا يعني ما تغركش التسميه انه هو عم يستخدم فاليديشن انه هي جزء من التريننج، لا، يعني في البعض بسمي هي مشكله انه احنا انه يكون في عندنا في الكوميونتي يعني كوليجن في الاسماء، لانه احنا اتفقنا انه احنا عندنا ترين وتست، وفي عندنا تقسيمه غير هاي اللي هي ترين فاليديشن تست. فهنا ما يصيرش في عندك كونفيوجن انه هو مستخدم فاليديشن ان هي جزء من التريننج، لا، هذه ممكن تعتبرها انه هي التست بالضبط. تمام، بعديها بتروح تحسب الايرور وبتشوف قديش الايرور تبع الموديل تبعك. قديش الايرور؟ 259,000 متوسط الايرور، مين ابسوليوت ايرور 259,000، يعني متوسط غلطه في سعر البيت حاجه بالدولار، يعني هذه شغله دولار استرالي، دولار استرالي قريب من الدولار الامريكي، يعني مش بعيد يعني. يعني متخيل قديش؟ يعني الموديل تبعك حاجة يوك. تمام؟ الآن إجا دورك. إيش المطلوب في الإكسرسايز هذا؟ ببساطة اللي أنت تعلمته هنا في هذا الدرس، تقسم البيانات عندك لترين وتيست وتحسب الأكيورسي اللي هي المين أبسوليوت إيرور. تمام؟ بدي اسمع طقطقة كيبورد هالجيت.